في مباراة الهلال السعودي انا فاكر في فيديو اتصور جزار بقى. احكي لنا بقى على اللي حصل. فيديو يبقى جزار موجود. كريم انا الصراحه انا عمري انا اعرف ان كريم شخصيه هاديه الطباع ما بينفعلش بسهوله. انا الهدف الاول لقيت كريم عامل انفعال جامد جدا، قلت لا انا مش هفوت بقى، ده الظاهر ان في حفله النهارده، فلقطته في الهدف الثاني ونزلته على طول على تويتر من غير ما استاذنه، فقال لي قلت له لا دي فرحه بقى ما تنسيش. والحقيقه فرحه كريم فرحه 100 مليون اهلاوي وفرحه الكل الناس اللي كانت موجوده في المدرجات في ابو ظبي. لا انا حتى رحت حبيت اروح وسط الجمهور، كانت فرحه كبيره. الاهلي دايما فرحه الاهلي مختلفه يا محمد. بس هو غلط، كان الهدف الاول مش الثاني. الثاني والله؟ كان الاول. لا الثاني. كان الاول صدق. والله؟ لا رجع تويتر. هم كانوا اربعه. امال الثاني والثالث والرابع عمل ايه؟ الصراحه انا على ما انزل الفيديو كده الاهلي جاب جون ثاني. يا جماعه ده احنا بنلعب الهلال السعودي جه. لا ان شاء الله باذن الله الرجاله يكونوا موفقين بكره وثقتنا فيهم كبيره، وركزوا في الملعب وباذن الله ما فيش حاجه صعبه على الاهلي. اكيد باذن الله.